إن لنا اليوم مهمة عظيمة قد كلفنا بها الملك سليمان. حسناً، ما هي هذه المهمة؟ بالتأكيد هي مهمة شاقة. علينا أن نخوض في هذه الجبال لنخرج منها الحلي والذهب والياقوت. ثم ماذا بعد ذلك يا أخي الشيطان؟ سوف أقول لك. هيا بنا. هيا. مللت هذا العمل الشاق يا أخي الشيطان. اصمت اصمت وإلا عاقبك سليمان. كل يوم عمل شاق عمل شاق، مرة في البحار ومرة في الجبال. هل امتلأ جوالك باللؤلؤ والياقوت؟ هيا حتى يمتلئ عن آخره. لقد امتلأ، ولكنني مللت هذه الأعمال الشاقة وسأعصي أوامر سليمان. أرى أن عقابك من الملك سليمان سيكون رادعاً. منذ أن سخرنا الله ونحن نعامل كالعبيد، ننفذ أوامره ولا نستطيع معصيته أبداً. ولكنني سأتمرد عليه. لا لا لا، لا أنصحك بهذا، فنحن مسخرون لسليمان طوال حياته. عرفت كيف يكون عقاب سليمان للشيطان العاصي لأمره؟ لا، قل لي. أتذكر يوم أن أضاع أحد الشياطين لؤلؤة كبيرة؟ تذكر حديثه مع سليمان الملك؟ وسأل سليمان عليه السلام الشيطان عن ذنبه. لقد أخذت لؤلؤة كبيرة، خرجت بها من البحر ولم أودعها بخزائن القصر. فسأله سليمان عليه السلام: أين خبأتها أيها العفريت؟ سأروي لك ما حدث يا ملك سليمان. لقد خصت مع الغائصين وأخرجت لؤلؤة بحجم رأس إنسان، وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك طوال حياتي. وفي طريق عودتي انقض علي مارد جبار، خطف مني واختفى بين طيات السماء ولم أستطع اللحاق به. Thank you.
فقال له سليمان عليه السلام: إن كان حقا ما تقول سأعرض عليك الجن لتخرجه من بينهم. لو كان هذا الجن ممن تسخرهم ما استطاع أن يهزمني. فأمر سليمان بحبسه. لا لا يا سيدي سليمان، لا 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 لا. حتى تبين له أنه صادق فأخرجه. يا إلهي، ما هذه القوة؟ إن لسليمان لقوة وسطوة علينا، ويجب أن ننفذ أوامره. من يعصي سليمان سينال عقاب الحبس في القارورة الزجاجية مدى الحياة. لا لا أستطيع ذلك، فإن حريتي أهم حتى لو كان العيش في شقاء. متى نتخلص من هذا الذل وهذه المهانة؟ ليس قبل أن يموت سليمان. ومتى يموت سليمان؟ لا أعرف، ولكنه أضاع هيبة مملكة الشياطين. ومن يتكلم ينال عقابا أليما. إنه سليمان، سليمان. هوشان، إلى أين أنت ذاهب؟ سأسافر في تجارتي لعلي أنسى ما أنا فيه من هموم. تتركني هنا وحيدة يا زوجي العزيز. هوشان، ما رأيك أن تتزوج بامرأة أخرى؟ ماذا؟ أتزوج؟ نعم، تتزوج كي تنجب طفلا يعطي طعما لحياتك. ساجية، أنا أحبك حبا شديدا، ولا أتخيل حياتي بدونك. ولكني لست سببا في سعادتك يا هوشان. ولست سببا في تعاستي أيضا يا زوجتي الطيبة. هوني عليك. إلى أين أنت ذاهب يا هوشان؟ سأسافر في تجارتي يا بنيامين. عندما أعود نتدبر أمورنا مع سليمان. سافر سافر يا أخي ولا تقلق، فأنت وزوجتك أمانة في عنقي. أعرف هذا يا بنيامين. قل لي، ماذا فعلتم بالذهب والجواهر؟ الجواهر؟ سافر يا أخي، وعندما تعود نتحدث.